بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان حاء، وحدثنا أحمد بن صالح المعني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووساً يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني 40 سنة. فحج آدم موسى. قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث في موضوع الاحتجاج بالقدر، هل يجوز أو لا يجوز؟ العلماء فصلوا في هذا وقالوا: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لا يجوز، لأن هذا مذهب الجبرية الذين يقولون أن العبد لا اختيار له وهو مجبر. فالاحتجاج على المعاصي والذنوب بالقدر لا يجوز، بل الواجب على العاصي أن يتوب إلى الله ويستغفر، لا أن يحتج بالقدر، لأن الله أعطاه الاختيار وأعطاه القدرة وأعطاه العقل والتفكير، يعرف الخير من الشر، يعرف الهدى من الضلال، فيأخذ الخير ويترك الشر، ولا يقول هذا قضاء وقدر. أما الاحتجاج بالقدر على المصائب التي تصيب الإنسان، على المصائب التي تصيب الإنسان وليس له فيها اختيار ولا حيلة، فهذا يحتج بالقدر ويسلم للقضاء والقدر فيه، مثل قصة موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام. قصة آدم كما تعلمون أن الله نهاه عن أكل من شجرة معينة في الجنة، وأباح له أن يأكل ما شاء إلا هذه الشجرة، ولكن الشيطان زين له الأكل من هذه الشجرة وأغراه بالوعود الكاذبة، أن خدع آدم عليه السلام وأكل من الشجرة، عصى ربه. ناداه الله عز وجل: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فاعترف آدم عليه السلام بذنبه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. اعترف بذنبه وتاب إلى ربه ولم يحتج بالقدر. لما لقيه موسى عليه السلام، وهذا اللقاء هذا من أمور البرزخ ومن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، والله على كل شيء قدير، لام موسى أباه آدم. هل لامه على الذنب أو لامه على المصيبة؟ لامه على المصيبة، لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة. قال: إن الله قدر علي هذا. احتج بالقدر على المصيبة التي لا حيلة له
فيها. فحج آدم موسى عليه السلام، الاحتجاج بالقدر على المصائب والتسليم لله والصبر والاحتساب هذا أمر واجب، وهذا من الإيمان، من الإيمان بالقضاء والقدر. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا لا يجوز، لأنه باختيارك أنك تترك المعصية وتقدر على تركها، ليس لك عذر، ولا تحتج بالقضاء والقدر. فهذا ما يقتضيه حديث آدم وموسى عليهما السلام. قد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة على هذا الحديث اسمها الاحتجاج بالقدر، وذكر هذا الحديث وشرحه وبين ما فيه من العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذا قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. نعم، هذا كما سبق أن موسى عليه السلام لام أباه آدم على إخراجه نفسه وذريته من الجنة التي أسكنها بسبب الذنب الذي ارتكبه، فاحتج آدم على موسى بالقضاء والقدر. وكما ذكرنا الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة للإنسان فيها هذا أمر جائز، ومن الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والاحتساب على المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يحتجون بالقضاء والقدر على المصيبة أنهم لا حيلة لهم فيها. وليس المراد أن موسى لام آدم على المعصية التي وقعت، لأنه لم يسأله عنها ولم تأتي في الحديث، إنما قال: لما أخرجتنا من الجنة، لامه على المصيبة فاحتج آدم بالقدر، ولم يحتج آدم بالقدر على المعصية بل تاب منها. ما لما قال له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ما قال لربه: أنت قدرت هذا علي، بل قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انتبهوا لهذا. وفي الحديث بيان فضائل آدم عليه السلام، أن الله خلقه بيده، وأن الله علمه الأسماء كلها، وأن الله أسجد له ملائكته إجلالا له، سجود تحية وإجلال لا سجود عبادة، العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وسجود التحية كان جائزا لمن قبلنا، ثم نهينا عن ذلك ونسخ ذلك، فلا يجوز السجود لأحد ولا من باب التحية. أما سجود العبادة هذا بإجماع المسلمين قديما
حديثا أنه لا يجوز سجود العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه فضائل آدم عليه السلام. فضائل موسى أن الله كلمه بدون واسطة، كلمه بدون واسطة جبريل من وراء حجاب، ولذلك سمي موسى كليم الله، كلم الله موسى تكليما. فهذا من خصائص موسى وفضله على الناس أنه كليم الله. أما غيره من الأنبياء فإن الوحي يأتيهم بواسطة الملك، ولم يكلمهم الله مباشرة. أيضا من فضائل موسى أن الله كتب له التوراة، كتبها الله له بيده سبحانه في الألواح، كتبها في الألواح وأعطاها موسى عليه السلام. أعطي موسى الألواح مكتوب فيها التوراة، فهذا من فضائل موسى عليه السلام أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن زيد بن أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال: قرأ القعنبي الآية، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث فيه أخذ العهد على بني آدم، أخذ العهد على بني آدم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفيه أن الله سبحانه خلق للجنة أهلا وللنار أهلا في أصلاب آبائهم، ولكن لا يدخلون الجنة إلا بعمل، ولا يدخلون النار إلا بعمل. ولهذا قال: هؤلاء من إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. فدل على أن الجنة والنار لا يدخلان إلا بعمل، ولا يدخلان بمجرد القدر والقضاء، لا بد من عمل من الإنسان، والعمل هذا باختيار الإنسان يفعله أو يتركه. فإذا توجه إلى الخير يسره الله له، وإذا توجه إلى الشر يسره الله له، كل ميسر لما خلق له. فعلى الإنسان أنه يتجه إلى الخير ويعمل عمل أهل الخير حتى يكون ذلك سبباً في دخوله الجنة، ويترك الشر والمعاصي حتى لا يكون ذلك سبباً لدخوله إلى النار. فالجزاء معلق بالعمل سواء كان خيراً أو شراً، الجزاء معلق بالعمل، لا بد من العمل. لم يعلق الجزاء بالقضاء والقدر، لما علق بالأعمال. فعلى المسلم أن يصلح عمله
وأن يتوب إلى الله من الذنوب والسيئات إذا وقع في شيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب بهذا الحديث وحديث مالك أتم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش. الغلام الذي قتله الخضر الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم، هذا في قصة ذي القرنين، في قصة الخضر، في قصة الخضر مع موسى. موسى عليه السلام أخبره الله أن هناك عبدا من عباده هو الخضر، أعطاه الله علما ليس عند موسى، وموسى عنده علم ليس عند الخضر. وموسى عليه السلام رغب في أن يذهب إلى الخضر وأن يتعلم منه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما إلى آخر الآيات وجد عبدا من عبادنا اللي هو الخضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك؟ يعرض عليه، هذا من أدب طالب العلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الخضر بيّن له أنه سيحصل منه أشياء استنكرها موسى لأنه لا يعلم حقيقتها، هي في الظاهر مما يستنكر لكنها في الباطن حق. من ذلك أنه لقي غلاما فقتله، غلام صغير أخذه وقطع رأسه. قال: لقد قتلت نفسا زكية. قال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني بغير قصاص، لقد جئت شيئا نكرا، هي قتل نفس، الله حرم قتل النفس، لأن موسى لم يظهر له السبب، لم يظهر له السبب الذي قتل به هذا الغلام. لما انتهى ما بينهما قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الله أطلع الخضر على أن هذا الغلام كتب كافرا ولو بلغ لأضل أبويه، فقتله حماية لوالديه من الكفر. الشاهد من هذا إثبات القضاء والقدر، وأن من كتب الله أنه يكفر كفر، من كتب الله أنه يكفر كفر، ومن كتب الله له أنه يهتدي اهتدى. فالهداية والكفر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر على عبده، ولكن على العبد فعل الأسباب، على العبد فعل الأسباب، أما القضاء والقدر فهو بيد الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حدثني أبي بن كعب
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه، فقال موسى: أقتلت نفساً زكية؟ الآية. نعم، هذه في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وفيها إثبات القدر وأن الله كتب هذا الغلام كافراً، فلو بلغ لتسبب في كفر والديه، وهذا فيه النهي عن مخالطة ومرافقة الأشرار، لأنهم يؤثرون على من خالطهم وصاحبهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا النمري قال حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان المعني واحد. والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش قال: قال حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله، فيكتب رزقه وأجله وعمله الله يهديك، عمله وعمل كلها منصوبات بالفعل. نعم. وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد. نعم. ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد، أو قيد ذراع، قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، هذا حديث عظيم، حديث ابن مسعود عن أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، وأن الملك يأتيه في موعده ويكتب ما قدر له، يكتبه، وأن من كتب عليه أنه من أهل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة ويموت عليه، من كتب أنه من أهل النار يختم له بعمل أهل النار ويموت عليه. ففيه إثبات القضاء والقدر، وفيه أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، وأن النار لا تدخل إلا بعمل، لا تدخل بالقضاء والقدر فقط، بل بعمل من الإنسان. وقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، الصادق فيما يخبر، المصدوق فيما ينزل عليه من الله سبحانه وتعالى، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، في بطن أمه يعني في رحمها، مراد بالبطن هنا الرحم، يجمع 40 يوما. النطفة هي المني، حينما يقذف الزوج المنية في رحم زوجته يتفرق هذا المني، ثم يجمع في رحم أمه في مدة 40 يوم، ثم في 40 الثانية يتحول هذا المني إلى دم، ثم
في الأربعين الثالثة يتحول هذا الدم إلى مضغة، قطعة لحم، قطعة لحم. ثم في الأربعين الرابعة، تمام أربعة أشهر، يأتي الملك بأمر الله سبحانه وتعالى ويدخل في رحم هذه المرأة، والله على كل شيء قدير، يدخل في بطن في رحم هذه المرأة، ثم ينفخ الروح، ينفخ الروح في هذا الجسم الذي تكامل، فحينئذ تدب الحياة فيه، ثم يولد بعد ذلك طفلا. وهذا كما في قوله: لقد خلقنا الإنسان من سلالة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة يعني مني في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة يعني الدم يعلق باليد، فخلقنا العلقة مضغة وهي قطعة اللحم، فخلقنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم يؤمر الملك فيكتب ما قدر على هذا الشخص، يكتب عمله خير أو شر، ويكتب أجله طويل أو قصير، ويكتب هل هو من الأشقياء أو من السعداء. فإذا كتب من الأشقياء فلا بد أن يموت على عمل الشقاء يختم له به، وإن كتب من الأتقياء فلا بد أن يموت على عمل الأتقياء. فهذا فيه إثبات القضاء والقدر، وأن كل شيء مقدر، الخير والشر، والكفر والإيمان، ودخول الجنة ودخول النار، كله بقضاء وقدر من قبل الله، وبعمل من العبد من قبل العبد. وهذا هو الشاهد من الحديث. الكتابة هذه ألم يسبق أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ بلى، هذه الكتابة العامة، الكتابة العامة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لكن الكتابة في الجنين هذه كتابة خاصة منقولة من اللوح المحفوظ، منقولة مما كتب في اللوح المحفوظ. وكذلك ما يكتب في السنة ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه كتابة خاصة منقولة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ. فهناك كتابة عامة وهناك كتابات خاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. نعم، هذا كما سبق أن الله علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، هذا قضاء وقدر، ولكن لا يحتج به على ترك العمل، بل لا بد من العمل، وأن الإنسان يعمل، ولذلك أمر الله بالعمل، أمر بالعمل الصالح ونهى عن العمل السيء، فلا بد من العمل، ولا يتنافى هذا مع القضاء والقدر، لأن الله أعطاك
القدرة وأعطاك الاختيار وأعطاك العقل والتمييز، فأنت تعمل بإرادتك وبقدرتك ولا تكسل ولا تعجز عن العمل عجز كسل وخمول، بل جد واطلب العمل الصالح ما دام الله أعطاك الإمكانية والاختيار والقدرة، جد في العمل الصالح ولا تتكل على كتابك الذي كتب عليك في اللوح المحفوظ، هذا ليس إليك، هذا إلى الله جل وعلا، أن تفعل ما باختصاصك وهو العمل وأنت تقدر عليه وتقدر على تركه. فلا تترك العمل، ومن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. والأعمال بالخواتيم، لا يغتر الإنسان بعمله ولو كان من أصلح الصالحين، لا يغتر بعمله لأنه لا يدري ماذا يختم له، فيسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام ويكثر من ذلك. ولا يحكم على إنسان بالنار ولو كان كافراً أو مشركاً، لا يحكم عليه بالنار لأنه لا يدرى ما يختم له به، فقد يعمل بعمل أهل النار ويكون كافراً ومشركاً ثم يتوب ويختم له بالتوبة فيدخل الجنة. أنت لا تدري ما هي الخواتيم، لكن الحكم على أهل الكفر عموماً وأهل الشرك عموماً أنهم من أهل النار، والحكم على أهل الإيمان أنهم من أهل الجنة عموماً، هذا لا بأس به، المؤمنون في الجنة والكفار في النار، هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فأنت تتوقف ولا تحكم على أحد بجنة أو نار، وإنما ترجو للمحسنين وتخاف على المسيئين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المكري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى ابن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. لا تجالسوا أهل القدر، أي الذين ينكرون القدر وهم المعتزلة ومن سار على نهجهم، الذين ينكرون القضاء والقدر ويقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله تقدير عليه ولا كتابة سابقة عليه، فالأمر أنف يعني مستأنف، هذا قول القدرية قبحهم الله، ينفون القضاء والقدر. فنهانا عن مجالستهم، هذا فيه النهي عن مجالسة المبتدعة لئلا يؤثروا على جليسهم وينقلوا له الأفكار الخبيثة، هذا فيه التنفير من الجماعات الضالة والجلوس معهم، ينعزل الإنسان عن الجماعات الضالة سواء كانوا من المعتزلة أو غيرهم لئلا يؤثروا عليه. ولا تفاتحوهم يعني لا تسألوهم، لأنكم إذا سألتموهم أجابوكم بجواب قد يؤثر عليكم، يجيبون شبهات، فلا تفتح على نفسك باب الشر، فلا تسألهم لأنهم أهل ضلال. فهذا فيه التحذير من أهل البدع من جهة المجالسة لهم والمصاحبة لهم، ومن جهة تلقي العلم عنهم وسؤالهم، لأنهم يضلونك
ويلقون عليك بشبهاتهم ربما تغتر بها وتؤثر عليك، لا سيما وأنهم أهل فصاحة وأهل بلاغة وعندهم زخرف من القول، فأنت لا تسألهم، لا تسألهم، إنما تسأل أهل العلم والاستقامة، ولا تسأل أهل الضلال فيضلوك عن سبيل الله. نعم. وهذا فيه النهي عن تلقي العلم عن المبتدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في ذرار المشركين. ذرار المشركين الصغار، الأطفال الصغار، أولاد المشركين، ما الحكم عليهم؟ هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة؟ هذه مسألة حصل فيها البحث قديما وحديثا. أطفال المشركين في الدنيا تبع لآبائهم، يحكم عليهم من جهة المواريث ومن جهة المتعلقات الدنيوية أنهم تبع لآبائهم. أما في الآخرة، هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هل هم من أهل الجنة لأنهم لم يعملوا، لم يشركوا ولم يكفروا، أو هم من أهل النار لأنهم أولاد مشركين وهم تبع لآبائهم؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم التوقف في شأنهم، وأن نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى فهو أعلم بهم. وقيل إنهم يختبرون يوم القيامة، يختبرون، يرسل إليهم رسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يختبرون يوم القيامة. وهذا قول له وجه، لكن الراجح والله أعلم التوقف في أمرهم ونكل أمرهم إلى الله، الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا فيه التفويض، تفويض شأنهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بهم وبما كانوا يعملون لو أنهم كبروا، والله أعلم بأعمالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية حاء وقال حدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، ذرار المؤمنين، فقال: هم من آبائهم. فقلت يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله، فذرار المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. أولاد المسلمين يتبعون المسلمين، وأولاد الكفار يتبعون الكفار، هذا في الدنيا حيث المعاملات ومن حيث المواريث، أما في الآخرة فيفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بما كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلى عليه، قالت: قلت يا رسول الله، طوبى لهذا، لم يعمل شراً ولم يدر به. فقال:
أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. هذا فيه أنه لا يجزم، أنه لا يجزم للأطفال بجنة ولا نار، لا يجزم لهم بذلك، وإنما يوكل أمرهم إلى الله سبحانه فهو أعلم بهم. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فأولاد المسلمين يتبعون المسلمين في الأحكام، وأولاد الكفار يتبعون الكفار في الأحكام الدنيوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء. كما تناتج نعم، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث فيه أن كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة السليمة الصالحة للخير، ولكن الفطرة تغير بالمربين. الفطرة إن سلمت اتجهت إلى الخير، وإن غيرت انحرفت إلى الشر، وذلك عن طريق التربية للغلام. فإن وفق الغلام لمربين صالحين توجه إلى الخير وبقيت فطرته سليمة قابلة للخير، وإن صار تحت تربية ناس سيئين فسدت فطرته وتغيرت وصار حسب ما يوجهه المربي. إن كان المربي يهودياً صار الطفل يهودياً، تغيرت فطرته عن الإيمان، وإن صار المربي نصرانياً انقلب الطفل إلى نصراني وتغيرت فطرته السليمة. فهذا فيه الحث على التربية الحسنة، التربية الطيبة للأولاد، واختيار المربين الصالحين، والتنفير من التربية السيئة ومن المربين الفاسدين. هذا في الدنيا، الطفل يعتمد على التربية، أبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يمجسانه، يجعلانه مجوسيا. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالأطفال كما سبق أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، وهو لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفطرة بإنتاج البهائم، إنتاج البهائم. البهيمة حين تنتج، مولود البهيمة أليس يولد كاملا بآذانه وقرونه؟ ويولد كاملا، فإن حصل تغيير وقطع للآذان أو للقرون فهذا من تصرفات الناس، تصرفات الناس. كذلك الفطرة، يولد الإنسان عليها كاملة طاهرة نقية، فإن حصل فيها تغيير فهو من تصرفات الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. أخبرك يوسف بن عمرو؟ قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت مالكاً
قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بآخره. قالوا بآخره، وهو الله أعلم بما كانوا عاملين، احتج بآخره. نعم. قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، فالمدار على العمل، والله لا يعذب أو ينعم إلا على العمل، وهو أعلم بما كانوا يعملونه في المستقبل، فالحاصل أنه يوكل أمرهم إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا حجاج بن المنهال، قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. نعم، يولد الإنسان سليماً، سليم الفطرة، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمولود يولد سليماً، نقي الفطرة، قابل للخير، لكن إذا غيرت فطرته وربي على الشر، تربى على الشر، وهذا عمل بني آدم وعمل الإنسان وعمل المربي والمدرس والموجه، فهو من حيث الفطرة والأصل سليم، لكن التغيير يطرأ عليه بعد ولادته وفي حال تربيته وتوجيهه، فهذا فيه الحث على تربية الأولاد على الخير والعمل الصالح وعلى الدين، لتبقى فطرتهم سليمة وقابلة للخير التي خلقوا عليها وولدوا عليها. تستغل هذه الفطرة في الخير، ولا يؤثر عليها بالشر ويدخل عليها السوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني أبي عن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا: قال أبي: فحدثني أبو إسحاق أن عامراً حدثه بذلك عن عنقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الموؤودة هي البنت، تدفن وهي حية، كانوا يكرهون البنات في الجاهلية، يكرهون البنات في الجاهلية، فإذا ولد لأحدهم بنت فإنه يتألم من ذلك، فبعضهم يعمد إليها ويدفنها وهي حية وتموت تحت التراب، وبعضهم يبقيها على مضض، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فإما أن يبقيها مهانة ذليلة، وإما أن يدفنها تحت التراب. هذا عملهم في الجاهلية مع البنات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فقوله الموؤودة في النار، الله أعلم أن المراد الموؤودة من الكفار مثل أطفال المشركين، الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، لكن الكلام على أن
أن الرسول قال في النار الموؤودة الوائدة والموؤودة في النار، أن هذا في يدل على أن أطفال المشركين يكونون في النار، ولكن الأحاديث التي مرت كلها تدل على التوقف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما قف قال: إن أبي وأباك في النار. نعم، هذا دليل على أن من مات على الكفر فهو في النار. وأبو هذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أبي؟ قال: في النار. لماذا؟ لأنه مات على الكفر. ثم لما قف الرجل وذهب استدعاه، لأن كأن الرجل تأثر، استدعاه ليطيب خاطره، فقال له: إن أبي أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأباك في النار، لأنهم ماتوا على الكفر، فمن مات على الكفر فهو في النار، كما أن من مات على الإسلام فهو في الجنة. فدل هذا على أن المدار على العمل، وعلى ما يموت عليه الإنسان، وعلى الخاتمة. فمن مات على العمل الكفري والشركي يكون من أهل النار، ومن مات على العمل الصالح يكون من أهل الجنة. العبرة بالخواتيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، الشيطان يلابس الإنسان، الشيطان والجن يلابسون الإنسان ويدخلون في جسمه ويخبلونه ويحثونه على الشر، فهذا فيه تحذير من وساوس الشيطان، لأنه عدو مبين يوسوس للإنسان ويدعوه إلى الشر ويخالطه. ففيه أن المسلم يستعيذ بالله من الشيطان ويحذر من شر الشيطان ووسوسته. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. هذا كما سبق، أهل القدر المراد به نفات القدر، الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، ولم يسبق كتابة في اللوح المحفوظ، ولم يسبق تقدير الأشياء، وإنما توجد الأشياء في حينها ابتداء دون أن يسبق لها تقدير. هذا قولهم، وهو قول باطل وكفر وضلال، نسأل الله العافية، وإنكار للقدر. فالمسلم ينفر منهم ولا يجالسهم ولا يسألهم، لئلا يفتنوه ويضلوه وينشروا عليه من شبهاتهم. ففيه التنفير من أهل البدع وعدم أخذ العلم عنهم ومجالستهم. نعم. انتهى الباب. نعم. أحسن الله إليكم وعظم لكم الأجر والمثوبة. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل صحيح بأن مولود المسلمين يكون شفيعاً لوالديه فيدخلهم الجنة؟ نعم، الشفاعة ثابتة، الأنبياء يشفعون
والمؤمنون يشفعون، والأطفال الذين هم الأفراط يشفعون لآبائهم، الشفاعة ثابتة لكن لا تكون إلا بإذن الله، لا تكون الشفاعة إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان، من أهل الإيمان. فلا تجوز الشفاعة في المشركين والكفار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة إنما تكون لعصاة المؤمنين وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى. والشفعاء كثيرون، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأطفال الأفراط يشفعون، لكن كل هذا بالشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من عصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب، فيشفع لهم الشافع بإذن الله فينجون من العذاب. الشفاعة ثابتة وحق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين القولين إن الغلام الذي قتله الخضر خلق كافراً، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وجزاكم الله خيراً؟ هذا تغيرت فطرته، هذا الغلام تغيرت فطرته بعد ولادته وصار كافراً. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكافر، ويستدل بأن قوله إن أبي وأباك في النار كان تطييباً لخاطر ذلك الرجل، وجزاكم الله خيراً؟ تطييب لخاطر الرجل بالحكم على شخص أنه في النار، هل يطيب خاطره؟ لا، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإزالة لما وقع في نفسه من التأثر. فكل من مات على الكفر، كل من مات على الكفر فهو في النار. أبو إبراهيم الخليل ليس في النار؟ ها؟ أبو إبراهيم الخليل ليس في النار؟ ابن نوح، ابن نوح ليس في النار؟ فالكلام على عمل الإنسان، ما هو على نسبه، ما هو على نسبه أو حسبه، كلام على عمل الإنسان نفسه. فمن مات على الكفر فهو من أهل النار، ومن مات على الإيمان فهو من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أليس أبا لهب في النار؟ بنص القرآن، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ما هو على النسب، الكلام على العمل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يوصف الله عز وجل بالملل وبالحنان والمنان، وجزاكم الله خيرا؟ المنان نعم من أسماء الله، ولكن الحنان لم يثبت هذا أنه من أسماء الله، والملل والاستهزاء والسخرية هذه من باب المقابلة والمجازات. إن الله لا يمل حتى تملوا، شوف، لا يمل حتى تملوا. فإذا مل العبد مل الله عنه من باب المجازات له، فيسخرون منهم سخر الله منهم، من باب المجازات، لما سخروا سخر الله منهم. الله يستهزئ بهم، لما استهزأوا بأولياء الله استهزأ الله بهم، من باب الجزاء والمقابلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من يقول بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق القرآن يريد التوسل إلى الله عز وجل، وما هي الكيفية والأمور الصحيحة التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا؟ هذا لم يرد السؤال بحق النبي أو بحق فلان، هذا لم يرد، لكن
الطريق الصحيح أن تقول اللهم بإيماني برسولك، أن تتوسل بإيمانك بالرسول أو اتباعك للرسول أو بمحبتك للرسول، تتوسل بعملك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في محبته، في طاعته، في اتباعه، في الاقتداء به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة المعذورة شرعاً الجلوس في ساحة المسجد لحضور اختبارات الدورة وجزاكم الله خيراً؟ لا تدخل في المسجد، إنما تكون خارج المسجد، يكون لها غرفة أو مكان خارج المسجد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أو تكون في سيارة، في سيارة خارج المسجد وتتلقى الامتحان وتراقب، يصير معها مراقبة تراقبها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر وجزاكم الله خيرا؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة وينافي الإيمان ويكون صاحبه خالدا مخلدا في النار، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة ولا ينافي أصل الإيمان، وإنما ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان، ينقص الإيمان. صاحبه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما المقصود بالكف عما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهل معناه أننا لا نقرأ ما ذكر عنهم في كتب التاريخ وجزاكم الله خيرا؟ الكف لا تدخل في الحكم عليهم، تخطي بعضهم وتصوب بعضهم، بل تكف عن ذلك. أما قراءة التاريخ من أجل الترضي عنهم والاعتذار لهم ومعرفة فضلهم ومكانتهم فهذا أمر مطلوب. لماذا تقرأ ما شجر بينهم وما حصل من الاختلاف ولا تقرأ مناقبهم وفضائلهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. فلا تقرأ الحروب اللي بينهم أو جرت بينهم فقط، وإنما تقرأ فضائلهم ومناقبهم وما لهم من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. لا تقتصر على قراءة التاريخ فيما جرى بينهم، بل اقرأ أيضا فضائلهم ومناقبهم وما عند الله لهم من الكرامة حتى تعذرهم فيما وقع منهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائلة تسأل وتقول: ما الفرق بين دعاء الصفة المنهي عنه مثل يا رحمة الله، وبين الاستغاثة بالصفة مثل أستغيث برحمتك وأعوذ بوجهك، مع أن الدعاء والاستغاثة والاستعاذة كلها طلب؟ هذا توسل يا أخي. أعوذ برحمتك، أعوذ برضاك من غضبك، هذا من باب التوسل بالأسماء والصفات. أما يا رحمة الله هذا دعاء وليس توسلا. الفرق بينهما أن هذا دعاء وهذا توسل، والتوسل مطلوب، ودعاء غير الله هذا غير جائز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائلة تسأل وتقول: ما حكم الحج بدون محرم بالنسبة لنساء جدة ومع المخيمات وجزاكم الله خيرا؟ المسافة القريبة مع النساء لا بأس، المسافة القريبة التي لا تعد سفرا لا بأس، ولا يحتاج إذا كانت مع جماعة من النساء لا تحتاج إلى محرم. أما المسافة البعيدة 80 كيلو فأكثر هذه تحتاج إلى محرم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
يقول السائل: أشكل علي حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. يا أخي، الدعاء من القضاء، لا يتعارض بينهما. إذا قدر الله أنك تدعو دعوت الله عز وجل، فالدعاء من القضاء والقدر ولا تعارض بينهما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يسأل يقول: ما الحكمة من ذكر المصنف حديث أبي وأباك في النار في هذا الباب؟ بقدر، من باب القضاء والقدر، وأن من قدر أنه من أهل النار صار من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لما قدر الله أنه من أهل النار عمل بعمل أهل النار، عمل بالشرك ومات على الشرك، عمل بالشرك ومات على الشرك، ففيه الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف يكون الهجر، وهل له ضوابط، وما هي تلك الضوابط؟ الهجر هو الترك وعدم مجالسة أهل الشر وأهل الضلال لئلا تتأثر بهم، فتهجرهم بمعنى أنك لا تجالسهم ولا تسألهم لا تتصل بهم لئلا يشوشوا عليك ويشبهوا عليك، ابتعد عنهم مثل ما يبتعد السليم من المريض المعدي. أليس يعمل حجر صحي للمرضى لئلا تنتقل أمراضهم إلى الأصحاء؟ كذلك أصحاب البدع مرضى أشد من مرضى الأجسام، فينبغي أن يعزلوا وأن يتجنب مجالستهم والاختلاط بهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا رأيت امرأة متكشفة في السوق، ما الطريقة الصحيحة لنصحها؟ وهل إذا أنكرت بقلبي ولم أنكر بلساني أأثم؟ وجزاكم الله خيرا. أنت لن تستطيع أنك تحيط بالنساء الكثيرات في السوق كاشفات لوجوههن، لا تستطيع أنك تنهى كل واحدة على حدة، لكن إذا كان هناك وعظ عام وتذكير عام، أو تبلغ من لهم سلطة على السوق ليعالجوا هذه القضية فاعمل هذا. أما أن كل امرأة توقفها، والنساء كثيرات والسهور كثير الآن، لكن عليك بالوعظ والتذكير العام، أو أن تبلغ من لهم سلطة على السوق يعالجون هذه القضية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ وهل يكون هو الله على الحقيقة أو يسمع صوتا فقط؟ وهل يكون ذلك من كرامة الأولياء؟ تفصيل في هذا لا ينبغي، لكن ثبت أن الله يرى في المنام، يراه بعض عباده الصالحين على ما يشاء سبحانه وتعالى. هذا من حيث الجملة، أما من حيث التفاصيل هل يرى كذا هل يرى كذا، هذا لا داعي له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ماذا يقول العلماء في من يقول بأن دعوة أن الإيمان يستلزم العمل دعوة لا أصل لها، ويقول بأن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل؟ وجزاكم الله خيرا. يا إخوان، هذه فتنة، اتركوها. السلف وعلماء أهل السنة والجماعة قرروا أن العمل من الإيمان، من حقيقة الإيمان، فلا يكون إيمان بدون عمل أبداً. خذوا هالمبدأ هذا وهالقاعدة واتركوا هذه الفلسفات وهذه الشبهات التي لا تلتفتوا إليها. أنتم تدرسون العقيدة الواسطية والحموية التدمرية، وتدرسون شرح الطحاوية، وتدرسون مع أن شرح الطحاوية في شيء من الإرجاء لأنه على مذهب الحنفية، لكن الواسطية والحموية وكتب العقيدة المعروفة
ليس فيها فرق بين الإيمان والعمل، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، ويقولون الإيمان شيء والعمل شيء آخر. كل كتب العقيدة التي بأيديكم والحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا تلتفتوا إلى هؤلاء الذين ابتلوا بالخوض والبحث في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: سمعت قولاً مفاده أن عذاب القبر فقط يعرض على الميت، والعذاب الحقيقي هو يوم القيامة، وجزاكم الله خيراً. يعرض على، يؤتى للميت بنوع من عذاب يوم القيامة. عذاب القبر نوع من عذاب يوم القيامة وأنموذج منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وعظم لكم الأجر والمثوبة. نعم. انتهى الوقت. بسم الله.